كابتن عزت، احنا معاك دلوقتي في نص الباص، يعني حابه بقى ان حضرتك تشرح لنا كده التفاصيل التكنولوجيه اللي موجوده داخل الباص، وكل تفصيله يعني تفاصيل الامان عباره عن ايه. لو حضرتك تشرح لنا الشاشه دي بتخدم ايه على المواطن اللي راكب النهارده الاتوبيس. طيب هنبدا مع بعض الاول بوسائل الامان. انا عندي وحده اطفاء ذاتي داخل الباص. الباص متقسم اجزاء، وحدة الإطفاء اللي قدامي أنا متقسمة بنفس الشكل. لا قدر الله حصل أي مشكلة في أي جزء في الباص، أنا بضغط على الكبسولة بتاعي الجزء المنوط بيه يطفي الحريقة اللي قامت في جزء من الباص. وبالتالي عندي شاكوش أهو، أنا بشيله وأكسر الجزء الإزاز. أقرب مكان المواطن يقدر يخرج منه بأمان بسرعة وبشكل إلى حد ما منظم، عشان ما يحصلش تكدس، ما يحصلش قلق توتر. أنا في الوقت ده أنا اللي بحاول أقوم بالمهمة دي علشان أأمن الناس وما يتوتروش ويتدافعوا ويحصل مشاكل. طيب، طب لو بنتكلم على التكنولوجيا بقى اللي موجودة داخل الباص. داخل الباص أنا عندي طبعا، إحنا قلنا ده سمارت باص، في الكارت الذكي وفي الكيو ار بتاع الموبايل. ممكن حضرتك بالموبايل من خلال ابلكيشن، ما تحتاجيش لا تقطعي تذكره مانيوال ولا تقطعي تذكره بالكارت، ممكن بالكيو ار تطلعي الرسمه على الموبايل والقارئ عندي يقراها وحضرتك تذكرتك تطلع لك من خلال الابلكيشن. انا شايفه مع حضرتك واحنا بنتكلم على الشاشه برضو ان هي بتقدم اعلانات توعيه، هل ده حقيقي متواجد 24 ساعه خلال التشغيل بتاع الباص؟ احنا مبدئيا شغالين دلوقتي 12 ساعة من 7 ل 7. بخصوص الشاشات دي مشروعات خاصة بوزارة النقل، التنمية والتجديد والتطور الهائل اللي موجود في جمهورية مصر العربية. فدي زي ما تقول كده نبذة مختصرة عن التطور اللي حاصل داخل جمهورية مصر العربية وبالأخص في العاصمة الإدارية الجديدة. تمام؟ زائد ان الشاشات دي أثناء التشغيل بتبقى عليها الداتا بتاعت الخط والواجهة، المحطة القادمة، وزي ما سبق برضو قلت حضرتك المحطة ناطقة. تمام؟ وبينزل عليها برضو داتا توعية للعملاء، كيفية استخدام الباص، كيفية الحفاظ على الباص، وداتا كتير دي أهمها. احنا كمان سعداء ان احنا كنا متواجدين معاك في الجولة دي النهاردة، وبشكرك جدا. عفوا.